أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقائك. مشاهدينا الكرام، بداية ومؤكد أنكم سمعتوا عن العروض الجوية التي تقام في دول أوروبا، عن قريب إن شاء الله سوف تقام هذه العروض في الكويت. ويقول هذا الخبر الذي أمامي، أعزائي المشاهدين، هل سمعتوا عن الأكروبات في الجو؟ نعم، هناك ألعاب بهلوانية تقام وتعرض في الجو. أن فريق العرض الجوي المثير فريتشي تريكولوري الإيطالي يقدم استعراضا جويا بعد أن أقام عدة عروض في دول عربية وأجنبية، ومساهمة من هذا الفريق بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء القوة الجوية الكويتية. يقدم هذا الفريق عروضه يوم الخميس الموافق 11/11/93 الساعة 3:45 من بعد الظهر على الواجهة البحرية بين الجزيرة الخضراء والأبراج. عزيزي المشاهد، فرصة تستحق الحضور والمشاهدة، وهذه دعوة عامة لحضور هذا العرض الجوي المثير، فأهلا وسهلا بكم. هذا العرض الجوي اللي سيقوم فيه فريق العرض الجوي التابع للسلاح الجوي الإيطالي، اسم الفريق فريكي تريكولوري، يعني الأسهم الثلاثية الألوان. نرى التشكيل في تشكيل متكامل، وطائرة فردية تقوم في حركات تستعرض مهارة الطيار. نلاحظ أن في تشكيل أكثر من 9 طائرات في نفس اللحظة، تلاحظ أن تشكيلات متعددة، كم حركة يقومون فيها في العرض هذا. هذا الطيار اللي راح يقوم بالعرض المنفرد، شوفنا راح يقوم في 16 حركة بالتشكيل ما بين الطيار المنفرد و9 طائرات. نلاحظ أن كل عملية مرور يكون تشكيلهم مختلف. هذا التشكيل بصورة سهم مع دوران حول المحور. تلاحظ الآن يتم عملية الانفصال، وهي من أصعب الحركات، إلى قسمين يبي لها تنسيق ووقت. تلاحظ أن هذا التشكيل، هذا 9 طائرات، شفت عملية تغيير التشكيل أثناء الدوران والالتفاف حول المحور، وهذه من أصعب الحركات. نشاهد الآن طيار يقوم بحركة فردية، وهي من أصعب الحركات، وتعتبر هذه تحية للجمهور. نعم، تبين مهارة الطيار بنفس الوقت، يعني شوف الطيار، والطيار خاصة أن عجلات الهبوط الطائرة بسرعة منخفضة على ارتفاع منخفض، فيها نوع من الخطورة. يعني شاهد الآن انفصال طائرتين من الأرض، وعملية الالتفاف. يعني تلاحظ أن هذه عملية تنسيق وتوقيت يحتاج. الآن التشكيل في وضع سهم، ونلاحظ الارتفاع إلى أعلى. هاي 9 طيارات بنفس الوقت، ان في طياره فرديه تقوم في عمليات وحركات فرديه، تشكيل على شكل دايمن. هذا تشكيل طائره منفرده، لاحظ الطيران الالتفاف حول المحور. نعم، حول المحور على ارتفاع منخفض. طبعا الجمهور، طبعا اصعب الحركات، شده الحركات هذه. ما زال التشكيل من 10 طائرات الحين في عمليه الارتفاع العمودي، وثم نلاحظ الآن الانفصال إلى مجموعتين والطائرة المنفردة بالنص. لاحظ أن بعد، إذا لو كنت حاضر هناك بالعرض راح تشوف أن الطائرات هاي تتجمع مرة ثانية. عملية الالتفاف حول محور الطائرة عملية خطرة جدا. هذه كذلك طائرة منفردة تقوم بالعرض، وحركة ليس بسيطة، وهي تعبر كتحية للجمهور والمشاهدين. لاحظ أن الحركة هذه عبارة عن 9 طائرات في تشكيل مختلف، عملية التفاف قريب من الأرض، تشكيل ثاني
والتشكيل الآن 4 طائرات وثلاث طائرات وطائرة في الخلف، ليس من السهل الارتقاء إلى أعلى ثم الدوران 360 درجة. نعم. من الحركات بشكل الصعب. عمودي هاي غيروا التشكيل. نعم. في نفس اللحظة شوف عملية الانفصال هاي كلها تحتاج توقيتات تدريب. نعم. فريق انشئ سنة 61 لسنة 1993 32 سنة وهم في هذه المهنة طبعا هذا عمل الألوان تمثل علم الإيطالي، وطبعا الألوان هذه مشابهة حق علم الدولة الكويت. وسمي الفريق بفريكي تريكولوري للأسهم أو الأسهم الثلاثية الألوان. نعم. لاحظ أن الحين الحركات هذه كلها تشوف عبارة 9 طائرات على ارتفاع منخفض، وتمر طائرة منتصف الدخان. تشكيل متكامل للطائرات بشكل منخفض. لاحظ حركة والتنسيق والدوران بالطائرات هذه، طبعا تشكيل عبارة عن عملية انفصال جماعية إلى جميع الاتجاهات والحركة الفردية ثم الطائرة. وهذه تحتاج ارتفاعات عالية للقيام فيها ومهارات ليس بسيطة. طبعا احنا ودنا والآن كما هو معهود في العرض الجوية هناك فريق متكامل البحث والإنقاذ متواجد دائما في منطقة العرض، ونشكر الإخوان في طيران المدني، وزارة الداخلية، القوة البحرية، جميع فرق الإنقاذ والإدارة العامة للإطفاء، وخاصة خفر السواحل اللي لما قدموه. نعم. من مساعدة. عزيزي المشاهد خليك معنا الآن، وهذا الإعلان من نادي الشعب البحري. عزيزي المشاهد، إحياء للتراث الكويتي القديم ولتنمية مواهب وقدرات شبابنا ولإسعاد المواطنين والمقيمين، تقام البطولة الأولى لشركة المشروعات السياحية لسباق القوارب الشراعية صنف الليزر بنادي الشعب البحري في الفترة من 17 و19 نوفمبر، كما يقام معرض لعرض المعدات والأدوات البحرية والقوارب والجيت سكي من يوم 10-11 وحتى 19-11-93. وللحفاظ على الأمن والأمان تم تجهيز مواقف للسيارات خارج النادي، حيث سيمنح وسيمنع دخول سيارات الزوار والأعضاء اعتبارا من الأربعاء 10-11 والدخول من البوابة الرئيسية للنادي والباب الجانبي المجاور للحمام المغطى مع إبراز بطاقة العضوية. عزيزي المشاهد، من أنشطة نادي الشعب والتي تقام للأعضاء، أقيم أيام الأربعاء والخميس البطولة الأولى للألعاب الجماعية والتي اشتملت على كرة الطائرة وكرة السلة، وقد انقسمت الفرق إلى قسمين، الفريق الأول يبدأ من الأعمار 30 سنة وما فوق، والفريق الثاني من 15 إلى 20 سنة. وفي نهاية البطولة والتي اتسمت بروح المرح وبمشاركة جميع الأعمار، تمت التصفيات وظهرت الفرق الفائزة التي حازت على الجوائز وكؤوس البطولة.
عزيزي المشاهد، قبل ختام نقول لك احرص على زيارة شركة المشروعات السياحية ومرافقها التي تقع في دولة الكويت هذه الأيام في هذا الجو الجميل. أيضا نقول لك عزيزي المشاهد احرص على زيارة العروض التي تقام في الواجهة البحرية من قبل الأكروبات وفريق الجو الإيطالي. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقائك. We'll be right back.